غسان سلامة ومؤتمر برلين والمجتمع الدولي ومجلس الأمن وفرنسا والجميع، هناك قاسم مشترك بينهم وهو الجهل المتعمد. يعرفون الحقائق. الحقيقة الرئيسية هي أن هناك طرف، خليفة حفتر، قالها بكل وضوح وفي جميع المناسبات خطابا وعملا عسكريا على الأرض، أنه لن يتوقف حتى يسيطر على الدولة الليبية بالكامل. وقال أيضا في جميع المناسبات خطابا وعملا على الأرض أنه يعتقد بأن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الحرب. الجميع يتجاهل ذلك، وفي تجاهلهم لذلك لا يقومون بالعمل الرئيسي الذي يجب أن يقوموا به، وهو إقناع حفتر بأنه ما يحلم به سوف لن يحدث. لا أحد يتحدث عن ذلك، الكل يتحدث عن محاولة استرضاعه وإدخاله في عملية سياسية قال لهم لا أؤمن بها،